أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب عن عميق الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته السامية ودعمه اللامحدود وتوجيهاته السديدة ورؤيته الحكيمة الداعمة لعمل مجلس النواب بالشكل الذي يعزز من منظومة العمل البرلماني باعتبارها أحد مرتكزات المسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالته. جاء ذلك بمناسبة تشرف معالي رئيسة مجلس النواب والسادة النواب بلقاء جلالة العاهل المفدى ورفع تقرير الرد على الخطاب الملكي السامي لدول الانعقاد الأول من الفصل التشريع الخامس. أكدت معالي رئيسة مجلس النواب الحرص النيابي على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وتجاوز التحديات من أجل رفعة وتطوير العمل الوطني في مملكة البحرين وبالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر. أكدت معاليها أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة العاهل المفدى في افتتاح دولة الانعقاد الأول من الفصل التشريع الخامس هو منهاج عمل وطني لكافة سلطات ومؤسسات الدولة، وأن المجلس النيابي يدعم كافة التوجيهات الملكية السامية في مختلف المجالات للمسيرة التنموية الشاملة لصالح الوطن والمواطنين. وأضافت معالي رئيسة مجلس النواب أن الإشادة الملكية السامية بما يشهده مجلس النواب من الروح الشبابية والحماس الإيجابي ودوره في الدفاع عن المواطن في الداخل والدفاع عن الوطن في الخارج هو أمر محل فخر واعتزاز ويحمل السادة النواب مسؤولية مضاعفة وأمانة وطنية سيسعى الجميع للحفاظ عليها دائما وأبدا.